بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نكمل ما بدأنا به محاضرات المورفولوجي أوف آر بي سي اللي هي مظهرية الآر بي سي. تناولنا في المحاضرة السابقة الـ variation in size. سنبدأ ما أكملناه من الجزء الثاني من آر بي سي variation related to the shape. الجزء الآخر يتعلق بالآر بي سي inclusion bodies اللي هو الأجسام المتضمن داخل الكريات الحمراء، وهذا ممكن أنه نوضحها بشرح clear explanation with the microscope photo مع شرح وافي وواضح ويترافق ويا صور ميكروسكوب للأجسام الموجودة بداخل الـ RBC. الـ abnormalities with inclusion body يقصد به هو للأشكال الغير طبيعية المتضمنة لضمن الـ RBC is the presence foreign body inside erythrocyte. هي عبارة عن أجسام غريبة موجودة داخل كريات الدم الحمراء، وهذه تتضمن على أنواع. من ضمن الأنواع اللي هي inclusion body، النوع الأول اللي هو ال هاول جولي بودي، السام هاول جولي بوديز ال HG. there are nuclear remnant, they are appear as a centric small round cytoplasmic red cell inclusion with the same staining characteristic as nuclei. يقصد بهذه الأجسام هي عبارة عن بقايا نووية، أجزاء نووية تظهر بشكل جسيمات تكون غير مركزية ودائرية صغيرة تظهر في سايتوبلازم الكريات الحمراء، وتأخذ ميزات أو صفات التصبيغ كما هي كشكل النيوكليا، كشكل النووية. These bodies are DNA that densely staining dark purple or violet particles. عبارة عن هذه الأجسام هي عبارة عن أجزاء من الدي ان اي، أو هي عبارة عن أجزاء من النيوكليار كروماتين، بقايا الكروماتين النووي اللي هو من الدي ان اي، وتأخذ الصبغة الغامقة اللون الدارك البيربل بيربل اللي هو اللون البنفسجي الغامق أو اللون الأرجواني الغامق جسيمات ضمن الكرية الحمراء. that may be single or multiple. هذه الجسيمات أو الحبيبات ممكن تكون حبيبات، تكون قد تكون منفردة حبيبة أو قد تكون متعددة، والقطر مالتها تقريبا من 1 إلى 2 مايكرون دايميتر مالتها. سبب هاي الأجسام اللي هولي أو هاول جولي بوديز هي سببها هو الديستينجريشن اللي هي عملية الانحلال النووي أو الانقسام النووي. هذه الأجسام تظهر في حالات مرضية معينة، مثل ما قلنا قد تكون مفردة هذه الحبيبات يعني single، تظهر بحالات مثل حالة البوست سبلينكتومي استئصال الطحال ما بعد استئصال الطحال، أيضا الأنيميا اللي هو من النوع الميغالوبلاستيك أنيميا الفقر الدم ضخم الأروما، والهيمولايتيك أنيميا فقر الدم الانحلالي، سكيل سيل أنيميا فقر الدم المنجلي، واللوكيميا. هنا تكون الأجسام منفردة بداخلها تظهر بالصبغة اللي هي لونها غامق وبشكل تشبه شكل النوية، أو قد تكون بشكل مالتبل قد تكون متعددة عبارة عن تجمعات كما تظهر في حالة أيضا الميغالوبلاستيك أنيميا فقر الدم الضخم الأروما، وفي حالة الإبنورمال أريثروبايوسيس يعني في حالة تكوين وتخليق كريات الدم الحمراء اللي يكون غير طبيعي، يعني عملية الاضطراب اللي يصير بعملية تخليق الـ RBC. وهنا عندنا صورتين تبين لكم اللي هي جسم بشكل منفرد هاول جولي
هاول جولي يكون موجودة بشكل منفرد بالصورة أعلى ولونها أرجواني غامق كتشبه النوية، وبالصورة الثانية هنا عبارة عن مالتيبل تكون حبيبات، قد تكون حبيبات متعددة، وهنا أيضا موجودة بها بشكل حبيبة منفردة. النوع الثاني من الجسيمات اللي هو سيدروتيك غرانيولس أو بابنهايمر باديز، اللي هي حبيبات الحديد، سيدروتيك غرانيولس أو بابنهايمر باديز. These are iron continent granules in red blood cell that are seen because the iron is aggregated with the mitochondria and ribosome. هذه الحبيبات هي عبارة عن حبيبات تحتوي على الحديد موجودة داخل الكريات الحمراء، وتظهر بسبب وتجمع الايرون ضمن الميتوكوندريا and ribosomes. Mitochondria or ribosomes. They appear as faint violet or magenta specks. عادة هالحبيبات هذه تظهر بشكل اللون اللي هو اللون البنفسجي أو بشكل بقع ماجنت specks اللي هي بقع لونها أرجواني. و often in a small cluster غالبا ما تكون بشكل عناقيد صغيرة due to staining of the associated protein. التصبيغ هذه يتعلق بتصبيغ البروتين. ممكن تكون هذه الجسيمات بشكل single، بيكون بشكل منفرد، أو بيكون بشكل متعددة، حبيبات متعددة. غالبا ما تكون smaller than howl jolly bodies، غالبا ما تكون هاي الحبيبات أصغر من حبيبات howl jolly body. تظهر بحالات مرضية، غالبا ما تقترن حالات مرضية اللي هي بالخصوص severe anemia بالأنيميا الشديدة and thalassemia بالفقر الدم الهيمولايتيك أنيما، فقر الدم الانحلالي، بالالتهابات الانفكشن، أيضا بعد استئصال الطحال post splenectomy. وهذه صورة توضح لكم الأجسام اللي بابنهايمر باديز اللي هنا ظاهرة باللون الأرجواني، بقع أرجوانية اللون نتيجة لتجمع الآيرون. أيضا هذه الصورة تبين لكم البابنهايمر باديز، هنا تكون بشكل ملتبل متعددة، قسم باللون الأرجواني البنفسجي الغامق. النوع الثالث اللي هو بيزوفيليك ستيبلينج اللي هو التنقير القاعدي. التنقير القاعدي هو عبارة عن جسيمات تكون قاعدية، تصبغ considerable number of small basophilic inclusion in red blood cell as granules of RNA. هي عبارة عن ما قلنا، هي عبارة عن عدد من الجسيمات أو الحبيبات اللي هي قاعدية وصغيرة الحجم موجودة ضمن ال RBC، وتعتبر هي حبيبات من ال RNA RNA الحامض النووي RNA seen within ترى ضمن الخلية الحمراء. The granules stem blue or purple distributed throughout the cell surface. هذه الحبيبات تصبغ باللون الأزرق أو اللون الأرجواني وتتوزع إلى قريبة من الجهة سطح الخلية. هذه التنقير اللي هو ستيبلينج، التنقير القاعدي، قد يكون تنقير فاين ستيبلينج CNN، قد يكون يعني دقيق صغير، حبيبات بشكل دقيقة صغيرة ترى في حالات مرضية اللي هي غالبا ما تترافق مع increased in polychromatophilia اللي هي زيادة بعملية أو فرط الصباغ، والحالة الثانية هي زيادة increase in RBC production، زيادة بعملية إنتاج كريات الدم الحمراء. فتكون الحبيبات دقيقة fine، تكون صغيرة. قد تكون هاي قد يكون التنقير coarse stippling اللي هو يكون خشن أو كبير ظاهر،
مثل ما يحصل في حالات المرضية الثلاسيميا بحالة الميغالوبلاستيك أنيميا اللي فقر الدم ضخم الأروما، بالهيمولايتيك فقر الدم الانحلالي، بمرض الكبد ليفر، بالتوكسيسيتيز such as heavy metal poisoning اللي هو التسمم مثل ما يحصل في حالة تسمم بالمعادن الثقيلة، الأنيميا الناتجة عن الكرونيك ديزيز المرض المزمن، حالة اللوكيميا سرطان الدم، distributed erythrobiosis الاضطراب اللي يصير بعملية إنتاج العملية تكوين الـ RBC أو في حالة عملية تخليق الـ HB يعني تكون unstable هيموغلوبين غير مستقر، عملية تخليق الهيموغلوبين وإنشاء الهيموغلوبين يكون غير مستقر. هذه صورة توضح لكم اللي خلايا الـ RBC المؤشر عليها واللي تحتوي على التنقير البيزوفيليك ستيبلينج اللي هو لونها أرجواني تكون قريبة للسطح السيرفس. النوع الرابع اللي هو الهانس بوديز represented denaturated hemoglobin deep purple bodies، هو يمثل لنا عبارة عن هيموغلوبين يكون غير طبيعي مشوه، هيموغلوبين غير طبيعي مشوه ويتصبغ أو هي تظهر بشكل أجسام لونها بنفسجي الغامق اللي هو عبارة عن الميثيوغلوبينين اللي هو الفيريك، بحيث يكون الهيموغلوبين بشكل الفيريك F3- غير طبيعي. احنا الهيموغلوبين اللي يكون الحديد الموجود بالهيموغلوبين يكون بشكل فيروز يعني يكون ذرتين بلس 2+ الحديد. Some lying close to periphery of the red cell and other attached to outer surface. غالبا ما تكون هذه الأجسام تكون قريبة إلى الجهة الداخلية المحيطية من الغشاء الخلية أو سطح الخلية، قسم منها تكون إلى الأوتر إلى سطح الخارجي من عندها. With the superviolate stain like a crystal violet مع استخدام صبغة السوبرفايوليت تصبغ باللون البنفسجي. Hans body appear as round blue، غالبا ما تظهر هذه الأجسام بشكل حبيبات أو ترسبات لونها أزرق دائرية، حبيبات دائرية. وهذه ظهور الأجسام Hans body، ظهور هذه الأجسام تأشر لنا أو شير لنا indicated to a red cell injury and usually associated with the glucose 6 phosphate deficiency. هذه غالبا ما وجود هذه الأجسام غالبا ما أشير لنا إلى الأذى اللي يحصل بالكريات الحمراء، وغالبا ما تقترن هذه بعض الحالات المرضية منها حالة نقص اللي هو إنزيم الجلوكوز 6 فوسفيد ديهايدروجينيز. They are found in some form of hemolytic، كذلك موجودة ببعض أنواع أو أشكال الأنيميا الفقر الدم الانحلالي. وهنا عندنا صورة تظهر لنا بالصبغتين، الصبغة اللي هي تظهر باللون البنفسجي على شكل حبيبات تكون أو عبارة عن مثل ما قلنا denaturation هيموغلوبين مشوه يكون قريب للسيرفس للسطح، والصورة الأخرى تظهر لنا بصبغة ثانية اللي هي تظهر باللون الأزرق ترسبات لدائرية الشكل قريبة للسيرفس للسطح. بالنسبة للهانس بودي ممكن أن نشاهدها في حالات اللي هي قد تكون normal or unstable هيموغلوبين، قد تظهر في حالات اللي هي تكون بها الهيموغلوبين طبيعي أو قد يكون فيها غير مستقر، أيضا في حالات ما بعد السبلينكوكتومي استئصال الطحال، أيضا حالات اللي يترافق وياها أوكسيديتيف ستريس اللي هو الجهد التأكسدي التوتر التأكسدي الجهد التأكسدي اللي هي تتمثل بحالات الكلوكوز 6 فوسفات ديهايدروجينيز ديفيشنسي اللي هو نقص إنزيم الكلوكوز 6 فوسفات، أو في حالات نقص الجلوتوثايونين سينثيز ديفيشنسي اللي هو نقص في إنزيم الجلوتوثايونين، وكذلك في حالات بعض العلاجات وكذلك في التسمم. وهنا أيضا صورتين تبينين كمنهانس بجي هنا يكون بشكل أكثر
باللون اللي هو اللون البربل البنفسجي، وأيضا بتصبغ الصورة الثانية باللون البلو باستخدام صبغة السوبر فايوليت. الحالة الخامسة اللي هو الكابوت رينكس، حلقات كابوت. هذه الحلقات عبارة عن راديش بلو ثيرد لايك رينج اور فيجر 8 باترين ان ار بي سي، عبارة عن حلقات خيطية لونها ازرق محمر، او تكون بشكل نموذج او رقم 8 بالانجليز طبعا 8 بالار بي سي. غالبا ما تتواجد في حالات السيفير انيميا اللي هو فقر الدم الشديد، وهذه تعتبر عبارة عن remnants of nuclear membrane or remnant of microtubules، عبارة عن بقايا من الغشاء النووي او بقايا من النويبات الدقيقة اللي تكون باقية بالار بي سي. وهنا المفروض بالنورمال بالطبيعي السبلين يبدي نخلصنا من كل البقايا الموجودة بداخل الار بي سي، فتظهر هذه في حالات مرضية مثل حالة البرينشياس أنيميا فقر الدم الخبيث، بالميغالوبلاستيك أنيميا فقر الدم الضخم الأروما، السيفير أنيميا حالات الأنيميا الشديدة فقر الدم الشديد بالليد بويزنينج اللي هو التسمم بالرصاص، وحالة الديسي أريثروبايوسيز اللي هو القصور اللي يحصل بعملية تخليق الكريات الحمراء. وهنا عندنا صورة بها مؤشرة اللي هي الحلقة الموجودة اللي هو مؤشر لها بحرف الأي اللي هي كابوت رينج، وأيضا بنفس الوقت بداخل هذه الار بي سي موجودة الهاول جولي بادي اللي هي مؤشر بها حرف البي. أيضا هذه صورة توضح لكم الكابوت رينج مؤشر عليها، انها تكون بشكل حرف 8، وايضا الصور الاخرى تبين بوضوح كابوت رينك. الحالة السادسة اللي هي باراسايتس اوف ريد سيل، هنا عندنا الطفيليات اللي ممكن تغزو الكريات الحمراء عبارة عن بروتوزوان باراسايت ابتدائية طفيليات ابتدائية، نوعان من الأورغانيزم اللي كائنات اللي ممكن تميل إلى انفايدد ار بي سي انه تغزو الار بي سي. النوع الأول هو all four species of malaria parasite، الأنواع الأربعة من طفيلي الملاريا ممكن انه يغزو الار بي سي، وغالبا ما نشاهد احنا البلازموديوم للانواع المختلفه للملاريا باراسايت موجود بداخل الار بي سي. النوع الاخر من الطفيليات اللي ممكن ان يغزو الار بي سي هو الثلاريا مايكروتي او بيبيهيشيا مايكروتي اللي هي فلاريا طفيليات داء الفيل اللي ممكن ايضا تصيب واللي كنت تدخل للار بي سي. وهنا عندنا صور ايضا توضح لكم بالنسبه لانواع الثلاريا، هذه الانواع هذه بالخصوص انواع البلازموديوم موجوده، الصور هذه تاشر لكم انواع البلازموديوم اوف ديفرنت سبيسيس موجوده بداخل الار بي سي. هذه ايضا بلازموديوم اوف ديفرنت species in RBC موجودة بداخله بالمراحل المختلفة أو الأنواع المختلفة من الطفيلي الملاريا موجود داخل ال RBC، وهذه أيضا الطفيلي اللي موجود بداخل ال RBC اللي هو بيبيشيا باراسايت اللي هو ثلاريا اللي هو طفيلي داء الفيل موجود بداخل ال RBC. هذا جدول يبين لكم اللي هو كل ما تقدمنا به من انجلوشن بادي موجود بالاريثروسايت مصبغه بصبغه الرايت ستين اللي هو عندنا البيزوفيليك ستبلينينج التنقير القاعدي، والهاول جولي باديز والبابنهايمر باديز الهانس بادي كابوت بادي، وتبين لكم الكومبوزيشن تركيب مالته، وايضا ابييرنس المظهريه او شكل مالته شلون تظهر بال
الفحص المجهري والحالات المرضية اللي ممكن أنه تظهر بها الأنواع الانكلوشن باديز. أيضا من تعتبر من الانكلوشن بادي أو الابنورمالتي of أو variation in the shape، التغيرات اللي هو بالشيب. أيضا الأريثروبلاست اللي هي الأروما الحمراء، وهذا يعتبر كمصطلح جينيتيك جيني يوصف لنا نيوكليتيد أريثروسايت اللي هي كرية الدم الحمراء اللي تحتوي على النواة، الحاوية على النواة. In normal marrow the pronormoblast عادة بالنخاع العظم الطبيعي موجودة عندنا البرونورمالبلاست. يمكن هذا الموضوع تحدثنا عنه من حكينا على الأريثروبايوسيس المحاضرة السابقة أو المحاضرات اللي في البداية، من تحدثنا عن عملية تخليق ونشوء الـ RBC قلنا موجودة في البون مارو البرونورمالبلاست اللي هي الأروما الأولية الموجودة بها واللي تعتبر first cell اللي هي خلية الأولية اللي هي تكون مسؤولة recognizable as definable belong to the erythroid serous اللي هي تكون الخلية الأولية واللي من بعدها تبتدئ عملية أو سلسلة الأثرويد serous، سلسلة اللي هي الأروما الحمراء. From it erythrocyte develop through of maturation erythroblasts early normal blasts and intermediate and normal blasts light normal blasts developing erythroblasts. يعني من هذه الخلية تبدأ عملية اللي هو تكوين mature erythroblast اللي ناضجة خلية أو أروما حمراء ناضجة، ومن ثم تتطور إلى المرحلة اللي بعدها اللي هو أروما مبكرة، والإنترميديت اللي هي المتوسطة أو المرحلة الوسطية نورمال بلاست تدخل بمرحلة اللايت اللي هي المتأخرة، ومن ثم تتطور إلى تنضج إلى أريثروسايت اللي هي خلية أو RBC الناضجة. This process of normal blastic maturation is characteristic by following a progressive change. وهذه العملية نضوج النورمالبلاستيك اللي هي الأروما الحمراء تتميز بصفات اللي هي تتبع بتغيرات تكون تقدمية أو تدريجية، تبدأ بأي dimension in cell size اللي هو التناقص اللي يصير بالحجم الخلية، rebinding of cytoplasm اللي هو عملية نقول ظهور، عملية ظهور السيتوبلازم بنسبيا ظهورها، وغالبا ما هذا يترافق combination by change in color، غالبا ما يترافق هذا مع تغير باللون from deep بلو من اللون الأزرق الغامق إلى البينك إلى اللون الوردي، وهذا يعود due to progressive formation of acidophilic staining، وهذا يعود إلى عملية التقدمية من التصبيغ الحامضي للهيموغلوبين، وفقدان أيضا عملية فقدان الرايبو وفقدان ومن ثم فقدان losing of the ribose nucleic acid، فقدان اللي هو الحامض النووي الرايبوسومي واللي هو يكون مسؤول عن البيزوفيليك عن القاعدية أو المسؤول عن الصفة القاعدية الموجودة للسيتوبلازم بيزوفيليك أو the cytoplasm. Dimension of nucleus أيضا التناقص اللي يصير بالنواة، الصفة هي الظاهرة هو loss of nuclei فقدان للنويات، ومن ثم أيضا decrease in total size and size relative to the cytoplasm progressive clamping and condensation of the chromatins. عادة أيضا هذه التغيرات مثل ما قلنا التناقص اللي يكون بالحجم الكلي، وأيضا التناقص اللي يكون اللي يتعلق بالسيتوبلازم، وأيضا عملية التكثيف اللي يصير أو الزيادة بالكونديسيشن بكثافة الكروماتين المادة الوراثية الـ DNA
and deepening، وكذلك الزيادة بعملية أو العمق اللون. The time for maturation هو عملية بالنسبة للوقت اللي تستغرق عملية النضوج maturation من النورموبلاست من الخلية الأولية الابتدائية إلى مرحلة نضوج الـ RBC حوالي تقريبا يستغرق 7 أيام. مثل ما قلنا المراحل تبدأ ببرو نورموبلاست الخلية الأولية، ومن ثم تدخل مرحلة الأيرلي المبكرة والإنترميديات المتوسطة واللايت نورموبلاست أروما المتأخرة، ومن ثم راتيكولوسات الخلية الشبكية، وبالنهاية إلى أن توصل إلى ماتشور RBC. شكرا لإصغائكم.